trace, trace, trace. End, end, end. Copy, copy, copy. Trace and copy, trace and copy, trace and copy. S, S, S. T, T, T. U, U, U. V, V, V. هذه كيفية كتابة الأحرف. فمثلا حرف التي الخطوة رقم واحد هو عمود من أعلى إلى أسفل، عمود قائم، والخطوة رقم اثنين هو عمود أفقي من اليسار إلى اليمين. هذه طريقة كتابة حرف التي. أما بالنسبة لحرف الإس فهو من الأعلى إلى الأسفل بشكل مائل كالثعبان وهكذا.